يعني يقال انه عليا ميؤوبه، يا اما امسك في الجهاز الفني بتاع الفريق الاول يا اما ما امسكش، واتعرض عليه اكتر من مره اكتر من منصب وانه اعتذر. صحه هذا الكلام؟ لا خالص خالص، ما قالكش امسك في الاداره الفنيه، ما قالكش امسك في لجنه اللي مش عارف في الاسك لا خالص ولا مره. انا في كل اي حاجه في النادي الاهلي بيبقى فيها يعني حد هيشتغل، حد طالبين حد، وفي حد هيشتغل اسم علام موجود دايما بسمع اسمه. في كل حاجه ممكن تيجي على كويس. دماغك يا احمد، لكن نعم. انا ما برفضش. ما بترفضش. لا هرفض ليه؟ يعني مثلا اخر حاجه مثلا كان مدير الكوره والناس كلها كابتن علام مش عارف ايه، مدير الكوره اليومين اللي فاتوا دول اليومين اللي ولا فاتوا كلها كويس، فجه كابتن اختار كابتن رمضان، كل توفيق كابتن رمضان واداره النادي شايفه كده ما فيش مشكله. كان قبل كده مدرب عام نفس الكلام، فاهم؟ اكتر من مكان، لكن هو دايما اسمه بيبقى متردد، ان الناس يعني الحمد لله طبعا، يعني الناس نعم حابه انها موجود جوه النادي الاهلي، طبعا هي الناس شايفه كده، فطبعا دي انت احسن. حاجه انا جميلة، بالنسبه لي دي احلى حاجه في الدنيا، انت طبعا حاجه جميله يا ده فندم، بالنسبه لي احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه من الشغل جميله. نفسه، فاهمني؟ لا لا فما اوش اوش. بيحصلش، فخلاص بسكت، لاني بتزعل؟ خالص والله العظيم يا احمد خالص، لان انا عندي قناعه، اصل انا شغلي او رزقي هيجيلي. طب هسألك سؤال واوعى تكذب عليا، والله ما هكذب انت زعلان من النادي الاهلي؟ ابدا، عمري يا لهوي، زعلان من كابتن خطيب؟ عمري طبعا والله خالص يا لهوي. وانت بتتفرج على النادي الاهلي، لما تكون تتفرج على النادي الاهلي لسه علاء ميؤوب من جواه نفسه النادي الاهلي يكسب وياخد البطوله طبعا ولا طبعا طبعا طبعا؟ اكيد، ما بتحسش ساعات ان انا لا مظلوم مش عارف ايه؟ فعايز الاهلي يخسر وعايز لا الاهلي ما بقولش يتعرقل عايز وكده. الاهلي يخسر، لا يعني ايه حماسك تعاطفك ما لا لا بيبقاش. لا 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 خالص، لا 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 هو خالص، علاء ميؤوب الاهلاوي بتاع انا زمان بتاع زمان اهلاوي 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 اهلاوي، ما اللي عنديش غير بيجيب الجون وبيجري وبيطير من ما الفرحه. عنديش غير النادي الاهلي بس طبعا، يعني لكن على فكره بس هعلق عليك، يعني حب النادي الاهلي دي حاجه ابديه، استحاله تتغير، مش ده ممكن، كارثه طبعا. يعني، استحاله. حبي واحترامي لكابتن محمود الخطيب اضربها في 100. ليه؟ اولا انا كنت لسه في الحمديه، عمري ما كنت احلم، انا هحكي لك على ما الحمدية انا بعد ده انا شوية. اللي احكي لك على الحمديه، على فكره الحمديه كلها اتفرج عليك الوقت طبعا وعليا ده قصص كويس. جميلة. فكونك ان انت في يوم من الايام كنت يعني ما كنتش احلم او كنتش احلم ان اشوف كابتن خطيب، انا لازم اتكلم بصراحه. قول. فده بالنسبه لي ازاي اكرهه؟ انت فاهمني؟ وبعدين كونك انك تلعب في النادي الاهلي وفجاه تبقى في وسط الناس دي اللي انت كنت بتتمنى تشوف، انا كنت ببقى فرحان لما اشوف كابتن ثابت البطل في الحمديه. ما طبعا والله يا احمد طبعا كنت ببقى فرحان ومعدي طبعا. بعربيته كده، وانا كنت لسه بلعب في كنت بتخاف منه؟ لا لا وانا كنت عمر بلعب، عمر وانا جميل الله يرحمه، الله يرحمه. وانا كنت بلعب في الشارع كنت مبسوط لما اشوف كابتن ثابت، فجاه لقيت نفسك انت وسط الناس دي. لا انت مش وسط الناس دي، انت وسط الناس دي والناس كلها حواليك وبتحبك، نعم. وهو ده النادي الاهلي، مش في الجيل ده، مش بتكلم على علاء، نعم كل الاجيال كده، صحيح. لعيب الصغير بيطلع بيحس ان هو وسط اخواته الكبار، عشان كده ما لاقيش وقت ان هو يتاقلم. فانا لما اطلع والاقي الناس دي كلها حواليا، انا بقول، انا قلت لك الكلام ده قبل كده بس انا هعيده تاني، نعم. انا من فرحتي لما كنت بروح خلص تمرين واروح قبل ما اجيب عربيه ولا حاجه، كنت بحكي لاصحابي يا احمد والله العظيم، طبعا وانا في طبعا. الاشبال 17 سنه اللهم امين. كلنا في نفس المبنى، فكنت بقول لهم النهارده تخيلوا النهارده انا شفت كابتن خطيب، والنهارده كابتن مصطفى يونس كان بيعمل كذا، فاهمني؟ يا جمال يا جمال. ايوه فاهمني؟ ايوه فانت بتتكلم في ايه؟ ازاي افكر ان انا ممكن يبقى في حد سنه مش كره لا مش ممكن يبقى عتب يا اخي. زعل؟ لا 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 ايه والله المشكله؟ ابدا انا والله. زعلت؟ بص يا انا احمد بص انا بمضي انا معاك. طب هقول لك حاجه بس، قول قول وانا بمضي في القناه على الكابتن خطيب، فكان انا وهشام جمال مع الكابتن خطيب، فقاعدين بنتكلم ومش عارف ايه ومين بيزعل. قلت له يا عم انت يا عم هشام، اصل حب الخطيب ده فرض. والله انت لا بتقول ده يعني فرض بص علينا كلنا.